الرجل الذي يسمونه حديدي الناصر بن حمد المتورط في قضايا التعذيب التي طالت رموزنا وقادت ثورتنا، حاصره البحرانيون هنا في هذا الفندق، فندق كلاريجيس، ولكنه أثبت حديديته وشجاعته وقوته وسرعته وفوزه وغلبته بخروجه من الباب الخلفي كالجرذان، لأنه جبان ولأنه ليس حديديا ولأنه يفوز دائما ولكن في الجبن وفي التأخر وفي التراجع. أما البحرانيون فهم في الواجهة وهم في الأمام يواجهون العدو الخليفي ويواجهون جيشه المرتزق، ورايتهم خفاقة عالية حتى يأذن الله بالفتح وبالنصر، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم.